صرت بيجي مجموعة صراحة، بس هو شغلة تصير وصارت. اندفعت حيل، شفت ولد، شفت بنية واقفة، فقلت له بس انطيني اياها، انه يعني خصت محروق قلبي وسمعت هيج ضربته. جيت لابسة صدرية بيضة والشماغ الأحمر، وصرت بالهوسة وشفت ولد، قلت له بس انطيني السكينة، وانطاني اياها وضربته. وكتبت على عندي عقل اي شيء، ما فكرت، رحت بالهوسة. أنا سجّار صدام حسين على الجبل في أثناء مجلس الديالة بالزعفرانية، جبعنا هنا بالمظاهرات، أنا جيت ما أعرفهم، جيت ما أعرفهم، بعدين أتعلقت بهم، تعلقت بهم، صرت مجموعتهم. الجو أربعة، أربعة علينا، الخيمة مالتنا، قالوا البصراوي، البصراوي قلنا لها، قالوا واحد مندس فوق السطح، قلت لي بصرا قعدنا، قال يلا امشوا. رحنا لقينا البيت محترق والعالم تدور عليه، دور عليه ما لقوا. طبون قالوا بالفرع، طبونا بالفرع، صعدنا فوق ما لقينا. اكو واحد ميمنا اسمه بصراوي لقوا فوق، ضربه، من ضربة قبل السحلو جرى، وأنا سحلت وضربت. بس راوي قال يلا مشي، مش خلنا نروح العلقة، وأنا الحج بالوثبة علقنا. أنا من واحد بصراوي قطع الحبل. يعني كنت حجزها مع الأحرار هذه، أسمع واحد يقول راح يقتلونا غاد ساحة الوثبة، شفت العالم تركض، ركضت ببارة أنا وياها، لقيت قاعد يكتون بيه يسحلون بيه بالشارع، لقيت البوري بالشارع شلته وضربته برجله. عبد الرحمن عبد الزهر خميس، اشتغل غسل مع السيارات وسبق مع النجارة، مواليد 92، انا رحت للجمهورية، شارع مع الجمهورية الجسر، واحد سوى شو اسمه 10 15، رحت وين انه للسنك، السيطرة مع السنك، نصبنا سيطرة، نفتش بالدراجات، سكينة ما سكينة نطلعنا من الدراجات، اي المهم خلصت من السنك. وين رحت انه؟ رحت للوتبة، اي قمت اشمر بمبات علي من على الشعب، الشغل قمت اشمر حوالي، رحت هيك ويا يمكن بالسبعة، سبعة ونص ستة، المهم قمت اشمر خلصت. قالوا اكو واحد بيت يرمي، قتل من المتظاهرين 9 من المتظاهرين، لقيت واحد طلعنا من البيت، سويت انا طقيت تلافي، ليش طقيت تلافي؟ واحد من انا من جماعتنا طقه، سويت تاني جرو طقيت انا كمس، جريته من هنا يعني، والفلكه اكو فلكه اي من هنا الفلكه، جريته قبل، جريته هيك يعني طقيت انا وخلص جريته خلص. واحد من ربعنا سوى صعد فوق التيل، لو شو جماعه لي ربطوه بالتيل، هذا ريال صاحبنا سوى قام جره انا خليته، سويت خليته وفرت ويلي ورجعت، هاي ما وهاي ابوها.